من الوقاحة والرخامة إن أنت تعمل الفعل، وبعد كده لما يتعمل فيك نفس الفعل تحاسبه على رد الفعل. أنت اللي بدأت الأول وهو عمل نفس اللي أنت عملته، وفي الآخر تزعل علشان هو عمل. لما تحافظ على قطيع البقر من إن هو يجري أو يتحرك بعيد عن لما الحيوان المفترس يحن على الفريسة لما يلاقيها صغيرة وهزيلة ومش عارفة تتحرك، يحن عليها ويعتبر نفسه أبوها أو أمها. دي الرحمة، دي الرحمة. هو ينفع تولد كهربا زي كده من حنفية صغيرة؟ فعلا ينفع. الحنفية بتلف على مروحة، والمروحة ديت دينامو، الدينامو بيطلع غريب في الستات في جميع أنحاء العالم. بص، قام زلزال وقام بركان وقام كل حاجة، والست نايمة خالص مش حاسة بأي حاجة. لما بس موبايل الزوج رن رسايل قامت في ثانية، مع إن كان في براكين وزلازل حواليها ومحين شايفين الست الجميلة ديت وهي بتعمل العيش. فين العيش بتاع زمان اللي كان بيتعمل في البيوت؟ وفين الكعك اللي كان بيتعمل في البيوت؟ وفين الفطير اللي كان بيتعمل في البيوت؟ كله راح، كله بقى في ضي النسيان. هو ينفع الإنسان يبقى في قوة الطور ويركب قرون ويضربه كده زي ما يضربه ويوقف؟ لما تلعب ألعاب خطيرة زي ديت لازم تكون متدرب كويس، لأنك في أي ثانية ممكن تضيع، فلازم تدريبك يكون لما يكون عندك أولاد صغيرة لازم العدل، لازم تعدل بينهم في أي حاجة، لأنهم بيحسوا بأي حاجة غلط أو بأي حاجة زيادة، لو في يد صغيرة أو كبيرة. ومش التوأم بس على فكرة، أي أطفال قريبين من بعض لازم تبقى عادل بينهم وتعدل صح، علشان دي بتربي حاجات كتير. اللي انت شايفه دوت آلة الإعدام، آلة إعدام قديمة في الصين وفي آسيا كانوا بيعدموا فيها المجرمين ويحطوا النار تحتهم. أعوذ بالله. ماشي مع خطيبته في أمانة الله، بيبص لقى واحد جاي ولابس شبشب وجزمة، قاعد يضحك عليه، قاعد يضحك عليه جامد وهو مش واخد باله. لما بص على خطيبته لقى لابسة شبشب وجزمة، نفس الشبشب ونفس الجزمة، ده دليل ان هما كانوا مع بعض وغيروا الشباب. بص بقى السافون الموتوسيكل بسرعة 4 أو 5. لما تكون بقى البنت بطلة كومباز وبطلة ألعاب قوة، شوفها تركب العربية ازاي وبكل سلاسة وبكل. قبل أي حاجة قول سبحان الله، وبص كده شوف الحصان بيولد ازاي أو الفرسة بتولد ازاي. فعلا الفرسة بتولد بصعوبة شوية، يا إما حد بيساعدها يا إما ساعات بتولد لوحدها. بس الفرسة علشان حجم المولود بيبقى كبير بتبقى متعبة جدا الولادة، ما بتبقاش سهلة. قول سبحان الله على كل بكل حرفية. تغيير لون القميص بعدة ألوان من غير ما يغير القميص، بيحط شاشة معينة بتغير لون القميص بكل. هنا بقى الرجل المحترم لما يلاقي حاجة رخمة بتتعمل في حد بينقذه، يشيل الكرسي عشان البنت تقع الجميلة دي، يروح حاطط لها كرسي تاني. بعد كده يشيل الكرسي، يروح حاطط لها كرسي تاني. بعد كده يشيل الكراسي كلها، يعمل نفسه هو كرسي وتقعد. العروسة الصيني، العروسة الصيني جاهزة من مجاميعه، ولا تقول لك مهر ولا تقول لك شقة ولا عفش ولا أي حاجة، وعليها 3 شواحن. دي بقى الكرومة اللي بتتعمل في الأفلام، الكرومة اللي بتخليك تعمل البدع والإبداعات كلها من غير ما تعملها، هي اللي بتعمل كل حاجة وبتتشال على طول زي ما انت شايف كده، ويقبى انت اللي عامل. شوف بقى الجمال ورفع الأثقال للسيدات. شوف بقى علشان تخلي الناس تنبهر بيك كده هوت، وتقدر تعمل بطولة حقيقية مش بطولة وهمية، لازم تتمرن كويس.
وتاكل كويس وتعيش للعبتك، ما تعتمدش على لما تكون ماشي وعلى الله حكايتك، واول يوم تستلم في الشغل عند الراجل دوت وتروح تتكلم في التليفون وتمسك الجاموسة والحمل كله يتسرق منك وانت زي الباشا بتتكلم في التليفون. لازم لما تشتغل تحافظ على لقمة عيشك. ده بقى تدليس، لان كتير ايوه بيعملوا الكرومة دي، بس ميسي لا، ميسي بطل كبير يقدر يعملها من غير كرومة، حرام عليك. وباين وباين ان انت حاطط كرومة اي كلام. ازاي ترضى بنصيبك وتقترح حاجات تخليك تعيش بشكل كويس وتتحرك؟ برافو عليك. مهما تعملوا برضو هتفضلوا دمكوا بايخ على قلبنا، مش هنحبكم ابدا. الغطى العجيب، الغطى العجيب ما بيتسرقش وبيفتح لوحده وبيقفل لوحده وبيتقلب اشكال. كتير من الجزارين ما بيرعوش ربنا علشان اللحمة بتاعتهم حلوة وطازة ومتشفية جميل ب150 جنيه لحم الحمار. ليه؟ كتير من الناس ما تعرفش السمكة بتولد ازاي. السمكة بتولد من بقها، وقبل ما تتفرج وتشوف اي حاجة قول سبحان الله ولا اله الا الله. علم الانسان ما لم يعلم. شوف السمكة بتولد ازاي وشوف حكمة ربنا وشوف اما دي بقى الطيارة بتاعت عبد الغفور البرعي لما اشتراها خردة وسحبها على العربية نقل. من الوقاحة والرخامة ان انت تعمل الفعل وبعد كده لما يتعمل فيك نفس الفعل تحاسبه على رد الفعل. انت اللي بدأت الاول وهو عمل نفس اللي انت عملته، وفي الاخر تزعل علشان هو عمل غطاسة العالمية نزلت في قاع البحر علشان تكتشف، ونزلت جوه مخلوق بحري قديم وللأسف الله أعلم طلعت ولا ما طلعتش، بقالها أكثر من 30. القطة الغلبانة دي فضلت تتوسل للعامل علشان يديها حتة لحمة أو حتة من البواقي، ما ادهاش. حرام عليكم يا جماعة، الرحمة بالحيوان. هو ينفع تولد كهربا زي كده من حنفية صغيرة؟ فعلا ينفع. الحنفية بتلف على مروحة والمروحة ديت دينامو، الدينامو بيطلع لما الحيوان المفترس يحن على الفريسة لما يلاقيها صغيرة وهزيلة ومش عارفة تتحرك، يحن عليها ويعتبر نفسه أبوها أو أمها. دي الرحمة، دي الرحمة. لما تحافظ على قطيع البقر من ان هو يجري او يتحرك بعيد عن اما الوقعة الغريبة دي، مش عارف ربنا اعلم هو عاملها كده علشان خاطر زي ما بيعملوا بعض الناس كده يقع قدام عربية ويعمل نفسه، ولا هو فعلا نفسه سكت لحية كده. اما دي بقى شاشة كبيرة جدا، شاشة 200 بوصة، شاشة 200 بوصة بس ما بتتكسرش ابدا، وهي بتعمل وهتخبط عليها كلها وهترزع عليها الشاشة دي ما بتتكسرش. سيني لما بنت في السن ده تقدر تشيل الحمل ده في رفع الاثقال، يبقى في حاجة، في موهبة من عند ربنا، موهبة خارقة. لان مش ممكن البنت دي لو الاثقال دي حقيقية تشيلها. لما تفكر تنقل شاشة 60 بوصة او 65 بوصة، شاشة ما شاء الله عليها، طبعا لازم تفكر بذكاء. الراجل عايز يحط الشاشة على العجلة والشاشة ممكن تتخبط، هي فكرت، الست فكرت بدهاء وقعدت الراجل وحطت عليه الشاشة علشان اي خبطة تيجي في الراجل ويحمي الشاشة الغالية جدا دلوقتي. وعملت الصح، دايما التفكير الصح يودي للصح. اصغر موتوسيكل في العالم والراجل ده بيلف بيه عبر القارات، الراجل ده بيسافر بيه عبر القارات. بتاع التوك توك طالع وعلى الله حكايته، لقى واحد واقف بشوال قال زبون حلو، جه يشيل معاه عشان يركبه التوك توك وياخده، طلع ان هو موقفه علشان بس يحمل له الشوال وشكرا وسلامه. اما الراجل ده
كان بيتعذب وهو بيفضي البنزين او بيفضي الجاز، كان كله بيدلع على الارض. ولو واحد ولع ولاعه او فحمه او اي حاجه هتولع الدنيا كلها. جاب الجهاز الجميل ده، الجهاز ده بيشفط الجاز او البنزين ويدخله في الجيركن الثاني بكل سهوله. برافو. على فكره يا جماعه، التعامل مع النعامه مش سهل ابدا، لازم تتعامل مع النعامه بحذر، علشان النعامه لما بتتنرفز البنت والثبات الانفعالي. مسكت البنت التانيه وعلقتها على الحيطه لمده كبيره، والبنت استحملت وهي قدرت تفضل ماسكاها الفتره ديت بالقوه وثبات. سيد السمك بالماده العجيبه، ماده بتتحط لون وريحة، بيتحطوا في اي مكان تجمع لك السمك كله، والسمك كله يتخانق ان يجي المكان اللي فيه المادة دي وتصطاد. بس قابل بقى وحاول تشيل السمك اللي تقدر عليه، لان هيبقى. اما الحرامي ابو قلب طيب اللي احنا شايفينه ده موعود، كل ما يسرق واحدة بتطلع ما بتشوفش، بس دي ما طلعتش ما بتشوفش، دي كانت بتضحك عليه ورزعته ألم يستاهله بجد من بنت زي القمر. ازاي تريح نفسك وتحط الفرخة بريشها بعد ما تتذبح على الفحم، والفحم هو اللي يشيل كل الريش وهو اللي يظبط كل الدنيا، وتبتدي انت بعد كده تشوي وتظبط وتعمل الصح. البنت دي او الست دي عملت الفرخة بطريقة محدش يعرف يعملها. برافو. علشان في المكان دوت لازم تلبس الخوزة. الراجل دوت جاب بطيخة وقسمها اتنين بقى خوزتين، خوزة ليه. قبل الجواز قالت لخطيبها لازم يعمل لها مرجحة في أوضة النوم، وبقت كل يوم لازم تتمرجح اول ما تقوم. ده بطل عالمي شرف مصر لمدة سنوات، الشحات مبروك. يعني ايه بتتكلموا عليه وبتقولوا كان بياخد مكملات؟ اي بطل لازم ياخد مكملات.